أنا أستاذ خالد دائما أقول أن المحبة نعمة. نعم. متى الإنسان ما حبوا الناس هو في نعمة. وقليل يعني نحصل الناس اللي سبحان الله تعالى نرتاح لهم أو أن نحبهم أو أن نتمنى أن نلازمهم يعني في أغلب الأوقات. نعم. ناس متسامحين، ناس قلوبهم بيضاء مثل ما ذكر الشيخ، ودودين المخبر والمظهر. صحيح صحيح. ناس لما 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 تكون عندك انت في شد في شده تحصل ان عندك شخص يحميك. بالضبط. شخص يوقف معك بدون اي تكبر، بدون اي تغلي، بدون اي يعني. سبحان الله ما اكثر الناس حوالينا، ولكن وقت المشكله احيانا نلف على جميع الاسماء وما نلقى ولا شخص. سبحان الله. أو في نفس الوقت ما نقدر إن نلقى لأي شخص من الأشخاص هذولا، لأن نعرفهم هذولا مش هو الشخص المناسب اللي أنا ممكن ألقى له أو إن أكلمه في هذه المشكلة. النقطة الثانية موضوع المقارنة أستاذ خالد، يعني دائما الناس اللي يقارنوا أنفسهم بناس أعلى منهم سبحان الله ما في توفيق، فشل يعني. والناس اللي يقارنوا أنفسهم بناس أقل منهم دائما تحصلهم مبتسمين، فرحانين، راضين بالرزق اللي مكتوب لهم إياه. أضرب مثال بسيط جدا، ويمكن أغلب الناس راحوا إلى الهند. في الهند في حاجتين لاحظتهم أستاذ خالد. لما الحكومة تريد تبني جسر جديد أهل المنطقة يفرحوا، ما يفرحوا لأنهم بيمشوا في الشارع ويكون عندهم شارع، لا، يفرحوا لأنه يكون عندهم الشيء يقويهم، شيء يعني مكان يسكنوا تحته. سبحان الله. أيوه، هذا الشيء يفرحهم كثير. إنهم خلاص أكثر من 10 أو 20 عائلة حصلوا مكان يعني يقيهم من الشمس ومن المطر. إحنا عندنا شوارع وبعدنا نقول نريد ما زين هذه الشوارع، نريد أحسن منها. عندهم سبحان الله الطفل اللي أقل عن 3 سنوات أستاذ خالد ذو ملابس. لما سألنا ليش، قالوا لأنه لو عمل حاجة يتغوط أو تبول، يعني سمحوا لي على الكلمة، ما عندنا حفاظ على أساس نغير له، فالأنسب نخليه كذا والمبالغ اللي نشتري من الحفاظ نجيب له أكل من بدلهن يعني. سبحان الله. فسبحان الله كيف الإنسان عايش في نعمة لكن ما مدركها. نعم الحمد لله. سؤال واحد بس سألته للشخص اللي كان عندنا في هناك في السائق، أقول له أنت وين عايش؟ أنا عايش في غرفة أنا وأمي وزوجتي وأم زوجتي وأولادي 7. ما شاء الله. غرفة واحدة. غرفة واحدة. فسبحان الله الواحد يبقى يتفكر ويقول الحمد لله رب العالمين إحنا بخير. لكن ممكن بالمقابل تسمع رأي آخر يقول لك الهند قارة، الهند مليار وكم، ما أعرف اليوم كم. أنا أبو ما أحمد عن العدد. لا أنا أعرف 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 طبعا طبعا. أنا أتفق معك. أتفق معك بغض النظر. نعم صحيح صحيح صحيح. فيوم تقارن بواحد بمستواك، وايضا انا ربما ما علي سامحني، انا ربما انظر لشخص ناجح او اسم ناجح اتمنى ان اصل الى مستواه. اخلي هدف استاذ خالد. احسنت. ناجح اخلي هدف. بالضبط احسنت احسنت. نعم. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا فهد، شكرا جزيلا لك. شكرا فهد. فهد ايضا يعلمنا درس جميل. فتح ثلاث ملفات. اي نعم. أول حاجة اللي هي المحبة هي نعمة، والشيء الثاني اللي هي طبعا المقارنة مع الآخرين، والشيء الثالث اللي هي شكر نعمة. نعم. في المحبة يعني شوف حلاوة الإسلام، اتصف بتسع صفات يحبك الله. تسع صفات. إذا أحبك الله، اسمع النتيجة، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال إني أحببت فلان فأحبه. الله الله. ثم ينادي جبريل عليه السلام في الملائكة فيقول إن الله أحب فلان فأحبه. أمر. ثم يقذف الله المحبة في قلوب العباد والخلق. الله الله. يعني شوف إيش أكبر من كذا، معزة ومحبة. أي. إذن الآن عندي ومنزلة. وبعدين ختم الفهد الحديث قال هدف. إذا هدفك أيها المؤمن في شهر رمضان وفي غيره عندك 9 صفات حاول تتصف بها وتحلى بها، وكلها تؤديك إلى محبة الله، ثم يقذف الله المحبة في قلوب عباده. إن الله يحب المحسنين. اجعل لنفسك أهدافا في الإحسان. كيف تكون محسن؟
تفنن يعني بدع في المجال. صحيح. كن مبدع في هذا المجال. الله. إن الله يحب التوابين. كلنا نخطئ، كل ابن آدم خطأ، وخلوا الخطائين توبة. إن الله يحب المتطهرين. دائما كن أنيق. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله. شوف، وكلوا واشربوا إنه لا يحب المسرفين. ولكن التطهر، التجمل، النظافة، النظافة، الجمال، الأناقة والتعطر. يعني يقول لك الرجل إذا أنفق ثلثي ماله في الطيب لم يعد مسرفا. سبحان الله. عندك غوازي وعندك فلوس، ثلثين انفقها في الطيب، أنت ما تعتبر مسرف. تجمل، لأن هذا كله يؤدي إلى الطيب، إن الله يحب المتطهرين. بس بروح أصلي بجامة نوم. لا لا، بجامة نوم. ولا ما متسوك ولا توك مدخن وكلك ولا ماكل بصل، لأن حتى البصل والثوم وهما أكل. لا تقترب المسجد أبدا، حتى لا تؤذي المصلين والملائكة. فما بالك بجايك وكلك عرق، والإنسان جاي وهو دم مدخن، ولا اللي جاي صحيح زين ملابس يعني غير مغسولة غير متسخة. ما أعرف يعني، هذا شيء غريب. نعم. واللي أنا صادفت ناس يسمحوا لي من يسمعني الآن والشيخ الكريم وزار وقميص وفانيلة. لا لا، وين رايح أنت؟ أنت ضيف يجيك البيت. وين رايح؟ ضيف جاك البيت ما تلبس الملابس أبدا، فكيف أنت رايح بيت ملك الملوك؟ الله الله.